الجمال ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الجون الثاني للنادي المصري. ايه الراجل الياسو ده؟ ده جاي من كوكب تاني. الياسو الياسو عبر مين قدك الياسو المالي. جون ولا في الاحلام، جون ولا في الاحلام. اختراع اختراع الياسو ده النهارده. مش ممكن مش ممكن. الهدف الثاني للنادي المصري والضربات الثابته هي اللي حلت اللوغاريتم التهديفي. هدفين للنادي المصري والهدفين عن طريق الياسو. ادي الهدف، ادي الحكايه من اولها، وضربه راس جميله جميله. يا ولد يا ولد يا لعيب، من هنا للصبح. 2 للنادي المصري، لا شيء نادي